قبل الغوص في هذا النقاش ينضم إلينا من بروكسل سلام عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية، ومن موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بكما في هذه الحلقة. أبدأ معك سلامة. الآن هناك تحقيقات أوروبية ينظر إليها على أنها تحقيقات في غاية الأهمية في كشف هذا اللغز، تفجير خط أنابيب نورد ستريم. ما الذي تحقق حتى الآن سلامة؟ هناك مجموعة من التحقيقات الأوروبية، ليس هناك تحقيقا أوروبيا مشتركا، ولكن الدنمارك فتحت تحقيقا، ألمانيا فتحت تحقيقا، السويد فتحت تحقيقا، ودول أخرى فتحت تحقيقا. المحطات الرئيسية فيما حدث منذ 26 من سبتمبر من العام الماضي أنه وبمجرد أن تم الانفجار في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 بأربعة انفجارات، خرج الأوروبيون وقالوا بأن ما حدث هو متعمد ومقصود وليس حادثا، و هذا يعد تطورا خطيرا. هذا ما قالوا، أول ما قالوا بمجرد حدوث هذه الانفجارات. ثم وجهت الاتهامات بعد ذلك إلى روسيا على اعتبار أنهم رصدوا بعض السفن الروسية في بحر البلطيق بالقرب من مكان حدوث الانفجار قبل بنحو أسبوع من وقوعه. ثم وبعد فترة في ديسمبر بعد نحو 3 أشهر قالوا بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن روسيا هي التي انفجرت هذه الخطوط من الأنابيب. وبدأت تتجه التحقيقات إلى أن هناك جماعة موالية للحكومة الأوكرانية، جماعة غير حكومية قد استخدمت يخت قارب نقلت فيه المتفجرات وزرعته لصالح الحكومة الأوكرانية. القصة غامضة جدا، خصوصا وأن يعني هناك أكثر من مصلحة متناقضة. لروسيا مصلحة بأن تقطع الغاز عن أوروبا في تلك الوقت أو في ذاك الوقت، لأن أوروبا لم تكن بعد مستعدة لكي تفطم نفسها كليا عن الطاقة الروسية. أيضا لأوكرانيا مصلحة لأنها في الأساس كانت ضد خط أنابيب نورد ستريم 1 و2. لماذا؟ لأن تقليديا الغاز يمر عبر روسيا، من روسيا عبر أوكرانيا وبولندا إلى الدول الأوروبية. وجود خط أنابيب في بحر البلطيق يتجاوز أوكرانيا ولا يمر عنها، ويتجاوز بولندا ولا يمر عنها، فهذا يعني أن الأوروبيين قادرين عن الاستغناء أساسا عن الأوكرانيين كعبور، والأوكرانيين لا يستفيدون من الرسوم الذي يجنونها من مرور الطاقة الروسية وتحديدا الغاز عبر أراضيهم. أيضا الولايات المتحدة منذ البداية كانت رافضة لوجود هذه الأنابيب لأنها تعطي نفوذا لروسيا داخل أوروبا. حتى هذه اللحظة لا تزال التحقيقات جارية والغموض، حتى أن هذه القصة توصف على أنها رواية بوليسية معقدة. طيب أذهب الآن إلى حسين في موسكو. حسين، أصابع الاتهام أحيانا من حين إلى آخر توجه إلى موسكو باعتبارها لديها مصلحتين. المصلحة الأولى هي المتعلقة بتوريط أوكرانيا أمام العالم، والمصلحة الأخرى متعلقة بالشركة الأبرز في المساهمة في هذا الخط وهي غازبروم، وعدم المطالبة بالتعويضات جراء طبعا العقوبات المفروضة على موسكو. كيف تتعامل موسكو مع هذه الاتهامات؟ نعم إيمان، على الرغم من أن عدد من الدول لها إفادة من تعطل خط نورد ستريم كما تحدث سلامة من بروكسل، إلا أن الجانب الروسي يؤكد على أن موسكو ليست الجهة المسؤولة عن هذا التعطل أو هذا العطل الذي أصاب خط نورد ستريم، بل أصاب الاتهامات منذ فترة ألمحتها موسكو أو أشارت بها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة المسؤولة عن تضرر خط نورد ستريم. فالخبراء الروس يتحدثون عن أن الاستخبارات الأوكرانية والدولة الأوكرانية ليست لديهم القدرة على الحاق الضرر في خط نورد ستريم، إنما عملية تدمير خط نورد ستريم بحاجة إلى أجهزة استخبارات دول كبرى. الاتهامات الروسية دارت حول الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدولة البريطانية. الجانب الروسي وهنا تحديدا خبراء الاقتصاد يتحدثون عن أن موسكو ليست لديها مصلحة في تعطيل خط نورد ستريم، حيث أن روسيا هي الجهة الأولى التي كانت تطمح بأن يعمل خط نورد ستريم، وذلك بسبب المكاسب الاقتصادية التي تعود على الخزينة الروسية. لطالما أيضا أن الغرب
يتهم موسكو بأن عائدات النفط والغاز هي من تمول أو هي الأساس في تمويل العملية العسكرية وتمويل الصراع الروسي ضد القوات الأوكرانية وضد الغرب. لذلك من غير الممكن أن يكون هناك أي دليل على تورط الجانب الروسي في تدمير خط نورد ستريم، إنما الاتهامات الروسية دائما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة المسؤولة. على الرغم أيضا إيمان من أن التصريحات السويدية تشير إلى إمكانية صدور أي نتائج للتحقيقات السويدية خلال العام المقبل، إلا أن موسكو على ما يبدو ليست لديها ثقة بهذه التحقيقات. دائما الجهات الروسية كانت تطالب الدنمارك والسويد وألمانيا بضرورة إدخال الجانب الروسي في هذه التحقيقات من أجل أن تكون هذه التحقيقات شفافة حسب الوصف الروسي، لكن التعنت الأوروبي في عدم إدخال الجانب الروسي ومنعهم من الاطلاع على التحقيقات يؤدي إلى عدم وجود ثقة لدى الجانب الروسي في هذه التحقيقات. ودائما تتحدث السلطات الروسية عن أن الدول الأوروبية أصبحت أداة في يد الغرب ولا سيما في يد الولايات المتحدة الأمريكية، و المتحدة هي الجهة الأكثر استفادة من تعطل خط نورد ستريم، حيث أن بعد تعطيل خط نورد ستريم الولايات المتحدة بدأت ببيع الغاز إلى الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع سعر الغاز الروسي. نعم حسين، بهذه النقطة أذهب إلى سلامة من جديد. سلامة، مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة كان قد ذكر أن التقاعس الغرب في هذه التحقيقات المتعلقة بتخريب نورد ستريم طمس آثار هذه الجريمة على حد وصفه. هنا لماذا سلامة في رأيك ومن خلال متابعتك تأخرت نتيجة هذه التحقيقات؟ نتحدث الآن عن عام. وحتى اللحظة المعلومات قليلة، كل ما قيل بأن التحقيقات جارية ولم تفضي إلى أي نتائج حتى هذه اللحظة. البعض قال في البداية بأن هذه عملية معقدة ولا يمكن لأي جهة غير حكومية أن تقوم بذلك وأن دول هي التي تمتلك القدرات لفعل ذلك، ثم عادوا وقالوا بالعكس هناك قرب لهذه الأنابيب من سطح البحر وبالتالي يمكن الوصول إليها ويمكن لقارب كالذي تمت الإشارة إليه في السابق بأنه تابع أو موالي لجهة تتبع للحكومة الأوكرانية هي التي استهدفت كل هذا. لكن بغض النظر عن نتيجة التحقيق، الانفجار قد حدث ونتائجه قد وقعت بالفعل. أولا ألمانيا خسرت قدرتها التنافسية في العالم بعد أن خسرت الغاز الروسي وكانت تأخذه بسعر رخيص. الأهم من ذلك عسكريا أن الأوروبيين انتبهوا للبنية التحتية تحت سطح البحر وأهميتها وهشاشتها الأمنية، مما دفع الأطلسي، حلف شمال الأطلسي، إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات. هذا ما استنزف الموارد المالية الأوروبية الآن في تحصين هذه البنى التحتية وتحديدا تحت سطح البحر، لأنها تمشي آلاف الكيلومترات وتحتاج إلى تأمين دقيق ومكلف جدا. ما حدث هو قد أثر بالفعل، ولكن ليس مستغربا أن يتم التعمية عن نتائج التحقيق، خصوصا إن لم يكن هناك دليلا قاطعا يدل على الجاني، وهذا ربما لن يوجد في المستقبل حتى. نعم تحسين، ما هي الأسباب التي تقدم إلى الجانب الروسي لعدم المشاركة في هذه التحقيقات سواء بشكل رسمي أو عن طريق فريق متخصص من قبل روسيا؟ لماذا يرفضون وما هي الحجج التي يقولونها؟ إيمان، بالنسبة لعدم موافقة الدول الأوروبية على إدخال الجانب الروسي في التحقيقات التي تقوم بها أو التي تجريها السلطات القضائية في السويد والدنمارك وألمانيا، لم يتم كشفها من قبل السلطات الروسية، إنما دائما موسكو تؤكد على أنها طالبت هذه الدول بضرورة إرسال أو بضرورة إدخال وفود روسية في التحقيقات. لكن هذه الدول، وهنا الحديث يدور حول السويد والدنمارك وألمانيا، رفضت إدخال الجانب الروسي. بطبيعة الحال إيمان، هذه الدول لن تسمح بدخول وفد روسي وإجراء التحقيقات. هذه الدول حسب رأي الخبراء الروس هي تعرف من هي الدولة ومن هي الجهة التي تقف وراء تدمير خط نورد ستريم. الحديث حول الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذه الخطة أو هذا التدمير من قبل الولايات المتحدة أتى في إطار العقوبات وفي إطار الصراع التي
تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا، لكن الجانب الروسي يؤكد على أن الولايات المتحدة فشلت في إبعاد الدول الأوروبية عن الغاز الروسي، حيث أن موسكو الآن لازالت تبيع الغاز إلى الدول الأوروبية لكن عبر دول ثالثة. وأيضا بعض الدول الأوروبية لازالت تستورد الغاز من روسيا بشكل مباشر، والولايات المتحدة علم بهذا الأمر لكن ليس لديها القدرة على منع الدول في الوقت الحالي عن الابتعاد كليا عن الغاز الروسي. أيضا الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني إلى الأراضي الروسية ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين محورها الأساسي كان الغاز، وأيضا ضرورة تعويض روسيا في الخزينة وفي الاقتصاد بعد ابتعاد بعض الدول الأوروبية عن الغاز الروسي، وأيضا بعد تدمير خط نورد ستريم. يجب أن ننوه بأن الرئيس الصيني خلال محادثاته مع بوتين تم الاتفاق على إنشاء قوة سيبيريا 2، وهذا الخط الذي ستستفيد منه موسكو من خلال تصدير 90 مليار متر مكعب من الغاز عبر هذا الخط، أي عبر منغوليا إلى الدولة الصينية. لذلك هذا الخط وإنشاء هذا الخط كان في إطار ضرب وإفشال المشروع الأمريكي الذي كان يهدف إلى خسارة موسكو وإلى أيضا فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، مما يؤدي إلى تدهور هذا الاقتصاد من أجل فوز أوكرانيا في الصراع. روسيا على ما يبدو تعلم جيدا على أن الولايات المتحدة هي الجهة الأساسية في تفجير خط نورد ستريم، لكنها حتى الآن لا زالت تريد إبقاء الصراع داخل الحدود الأوكرانية، داخل النقاط التي متفق عليها بين الطرفين الكبيرين، أي بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر من موسكو حسين الشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، ومراسلنا أيضا سلامة عطلة من بروكسل. شكرا جزيلا لكما.